تأدب فأنت في حضرة المقام، هكذا يردد المترددون على ضريح السيدة زينب في مصر من محبي آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما قصة السيدة زينب وكيف وصلت إلى مصر؟ تنتسب السيدة زينب رضي الله عنها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي حفيدة النبي، وهي ابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وابنة ريحانة قلب النبي السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلى والدها الصلاة والسلام. على مدار الساعات الماضية تحول اسم السيدة زينب رضي الله عنها إلى الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد السيدة زينب في منطقة القاهرة التاريخية بعد أعمال التطوير الشاملة التي لحقت به. وتتعلق قلوب المصريين بأضرحة آل البيت الموجودة لديهم، بدءا من مقام سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، مرورا بغيرهما من الصالحين التي تنتشر أضرحتهم في مختلف مناطق الجمهورية المصرية، وتحظى بعناية شديدة على المستويين الرسمي والشعبي. السيدة زينب إذن هي أخت الحسن والحسين وأم كلثوم، وقد تزوجها ابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الذي كان على رأس أهل الكرم والأخلاق، ونشروا سيرته على أنه نموذج من ورثة أخلاق الصحابة الكرام، حتى أنهم أسموها بحر الجود، ورزق الله السيدة زينب منه أولادا وبناتا. النشأة الدينية والعلمية التي تربت عليها السيدة زينب رضي الله عنها جعلتها مهيئة لحياة كبار أهل العلم، فقد التقت جدها صلى الله عليه وسلم، وعاشت في عهد الخلفاء أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والديها رضي الله عنهم أجمعين. كذلك عاصرت السيدة زينب فترة من أخطر فترات التاريخ الإسلامي، وهي قضية الفتنة الكبرى التي أضرت بآل البيت والمسلمين، وشهدت هذه العالمة التقية الصابرة رحيل أبيها وأخيها الحسين وولدها محمد وعون وغيرهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفتنة. وبرغم خذلان أهل الكوفة لآل البيت وقت تلك الفتنة، إلا أن المصريين حملوا من بقي منهم وقدم إلى بلادهم في قلوبهم. وقيل إنها حينما وصلت إلى أرض مصر دخلت مدينة بلبيس، وكان معها وقتها فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وعلي زين العابدين. حينما علم ولي مصر وقتها بمقدمها، نظم مراسم استقبال عظيمة تليق بمقام آل بيت النبي الكريم، واعتبروا أن حبهم للضيوف الكرام تقربا إلى الله وحبا لرسوله الكريم. فما هي الجائزة التي قررت رضي الله عنها أن تهديها إلى المصريين؟ هذا الاستقبال وتلك الحفاوة الكبيرة التي قوبلت بها السيدة زينب في مصر لم تدعه أن يمر مرور الكرام، وقررت أن تهدي المصريين أعظم هدية، فرفعت يديها الشريفتين إلى السماء وأخذت تدعو للمصريين وتقول: نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة مخرجا ومن كل ضيق فرجا.